ممكن تجيبي سيارتي لو سمحت؟ خلص حل عني بقى. ديما وقفي، ديما، لك ديما وقفي. كيف قدرت تعمل هيك يا عمران؟ مشان شو؟ شبك؟ شو بدك تقول؟ ديما اسمعيني، أنا مالي علاقة بالبنت منوب. ما رح صدقك أبداً يا عمران، شفت كل شي بعيوني. لك افهمي الموضوع، ديما شبك يسوقي على مهلك. شو دخلك؟ أنت مالك علاقة فيني. لك خففي السرعة ديما. سببك ما قدرت تصير أم يا عمران، ولو ما صار شي بهديك الليلة ما كنا هلأ عم نحكي بهالحديث. هديك الليلة ما رح انساها بحياتي. ما تعبتي من الشغل يا رفيف؟ بس نتجوز ما رح خليك تشتغلي. تركني بحالي محمود. طولي بالك رفيف، انت ليش معصبة على طول؟ ها؟ لك انا بحبك يا بنت ورح اتجوزك، ما فيني اتركك. بس انا ما بحبك محمود، ممكن تفهم وتتركني؟ لا تواخذوني، طولت بالشوي وخليتكم تستنوني شوي. ان شاء الله صحتين، بس ليكم مثل هالكباب ما رح تدوقوا بحياتكم لا باسطنبول ولا غيرها. لانه شويك ما طبعا. طيب هالشوي ليش ما بتعملنا مثله باسطنبول؟ لانه هي اللحمه ما في منها هنيك، حصرا من هون بدكم تجيبوها. والله كثير طيبين شكلهم وريحتهم بتفتح النفس مو بس. عمي لا تكتر مشان ما تنضر. حياتي يسلموا ايديك. والله أنا برأيي عمران لازم يعملنا هيك أكلات، لأنه الواحد إذا لف الدنيا ما رح يذوق مثله. أنا ما بحب قصة الشوي، بس بعطيهم رأيي بالطعمة. يلا بلشوا يا جماعة، ماني قدران استنى. كتير طيبين. شو بدك تأكل؟ لا تواخذني يا بيك. لك تركه خليه يأكل، هذا أزعر وما بيخليكم تاخذوا راحتكم. خليه تعال جوعان يوسف؟ تعا حبيبي تعا، قلي لشوف شو أخبارك؟ يلا حكيلي. إن شاء الله عقبال ما نشوف ولد لإلكم، لأنه والله نطف قلبنا على ولد. شبنا أمي، شو في داعي لهالحكي؟ ليش حكيت شي غلط ابني؟ ليش هيك عم تساوي؟ ممكن تفهميني؟ كان ضروري هالكلمتين اللي نزعوا القعدة بعد ما كنا مبسوطين؟ صدقيني هيك جمعة ما بتتكرر. بقى ليلي، هالحكي ضروري؟ ايه، يلي مثلهم صار عنده 4 أولاد ونحن لهلأ عم نستنى الولد اللي ما عرفت تجيبه. يا ربي دخيلك، ما رح تخلصينا؟ هلأ وقت مناسب لهالحكي بهالموضوع يا خانم؟ زياد بيك، انت مو شايف لوين وصلنا؟ اسمكم مين بده يحمله من بعدكم؟ لأمتى بدي ضل ساكتة؟ فهمني. ما في داعي تتضايقي من حكي أمي، صرتي تعرفيها.
بس أنا تعبت يا عمران، ما بقدر أتحمل. مفكرة إنه أنا ما عم أحلم يصير عندي ولد، بس ما عم يمشي الحال، شو ساوي؟ والله الشغلة مو بإيدي. اهدي. ما بقدر. معهم حق. أنا حابة إجي هالولد أكثر منهم بكل يوم وكل ليلة، ما بيروح عن بالي هالموضوع ولا دقيقة واحدة. حبيبتي طولي بالك وحاجة تبكي، بحبك، أنتِ مرتي. مرتك اللي ما بتحمل. بظن حكينا بهالموضوع ومشي الحال، نحن هيك مبسوطين. هالموضوع ما رح يتسكر يا عمران، حتى لو هنن ما حكوا شي معي، هالموضوع بالنسبة إلي ما رح يتسكر. عمران، ما بدي بسببي تروح تعمل مشاكل معهم، تعا. ديما بآخر فترة صايرة حساسة. أنا كمان حساسة، بس بصراحة بحياتي ما عملت هيك فصل أو قللت أدب مع العالم، ومتى بهالطريقة مانا حلوة. خلاص خلاص، حاجة تحكي على سلفتك بظهرها. يلا يا جماعة، خلونا ناكل أكلنا. الزلمة اشتغل وتأكل كل هالتعب منشان حضرتكم تاكلوا وتنبسطوا. في إلي عندكم رجاء خاص. بهالبيت ما حدا يفتح سيرة الأولاد مرة تانية نهائياً. أنا ما تدخلت بحياة حدا فيكم، وهالشي بابا اللي علمني إياه. دائما كنت تقلي كل واحد حر بحياته، وأنا مشيت على اللي تعلمته منه. بقى بتمنى منكم كلكم لا تتدخلوا بخصوصياتي لو سمحتوا. نحن متقبلين وضعنا، وقلنا هاد نصيبنا وهيك الله كاتب لنا، وانتو كمان تقبلوا الوضع. نحن ما بيجينا اولاد ولا رح يجينا. ديما مرتي وحبيبتي من زمان، انتو كمان عيلتي واهلي، وانا مو طالب منكم غير انكم تتفهموا. ما في لزوم ابدا لنزعل من بعض، انا بكون ابنكم وهي المره اللي جوا كنتكم. اذا قللت احترام انا بعتذر بابا، بس كان لازم اقول هالحكي للكل. كملوا اكلكم. هذا كرم على التليفون. الو، شو وينك يا ولد؟ باسطنبول من شوي نزلت طيارتي. اكيد بتكون على البحر. لا يا خالي، انا هلا صرت بالشركه وبلشت شغل فورا. متاكد انك بالشركه يا ازعار؟ يعني كشفتني اني على البحر، قلت بشم شويه هواء. طيب خال، خلينا هلا نغير الموضوع. انتوا ايمت بدكم تجوا؟ اذا غيرت الموضوع انت اللي لازم تجي لهون. نعم، على هاتاي. ايه، نحن مو حكينا ولا مو متذكر؟ لا يا خال، انا شو اخذني لهنيك؟ شو بالظاهر انك نسيان كنت عايش بلندن؟ ما رح اقدر اتاقلم بهاتاي. بلا هالحكي الفاضي، المسا بتكون هون. يلا بقى ورجيني ضحكتك. والله اليوم عمران كان كتير معصب،
بس الأكل يلي عمله بياخد العقل. أكلنا كتير ما هيك؟ إيه والله أكلنا كتير. عمران ما ترك واحد على الطاولة ما بهدله. أكلنا كلمتين حلوين وضلينا ساكتين. لا تسرعينا، خلص حاجة نق. لك أنا جبت لهم بنات بياخدوا العقل، وأمك وأبوك مو هاممهم. لا هلا قاعدين عم يدعوا مشان عمران يجيب لهم هالولد. طبعا الولد بيسعدنا. أنت هذا اللي شاطر فيه أصلا، تدافع عنهم، بس مرتك وبناتك مو سائل عنهم. لك أنا صار لي كم سنة ناطرة نعيش لحالنا، والموضوع مو هامك. فكرتيني مبسوط بالله؟ أنا كمان تعبت. طالع لبرا. لما كنت امرق من بعيد كان يعجبني المنظر، طلع عن قرب احلى بكتير. ايه احلى فتره بالسنه، هلا المحصول بينجمع، يعني بتحسي الارض كلها خير. تعي تطلعي على هالمنظر، ما احلى، ما شاء الله. ذكرتني باول يوم شفتك فيه، وقتها سالتك شو بتشتغل، قلت لي انك فلاح. مزبوط هالحكي، انا فعلا فلاح. ايه طيب تتذكر وقت تقدمت لي؟ أنا وقتها قلت أكيد رح يجيب لي خاتم ألماس، قمت أنت جبت لي رمانة. إيه، عنا هون هيك العادات، إذا الواحد بده يخطب بياخد معه على بيت العروس رمانة كبيرة مشان تتبارك حياتهم، هيك بيقولوا الكبار اللي هون. بس ما صار معنا هيك. ليكي، ما أجينا لهون مشان نحكي بهالموضوع، مفهوم؟ بس هي الحقيقة، نحن ما فينا ننساه. خلص غيري لنا هالسيرة. هلا أنا حكيت لك قصة بنت الرمان؟ تعرفيها ولا لا؟ لا والله، منين بدي أعرفها؟ تعي. طيب يا زياد بيك، ما فكرت بعيلة يورقان؟ بدك إياها تنمحى؟ لكن نعمة خانم، أكتر شغلة بحلم فيها إني شوف ابن عمران قدام عيوني عم يلعب وضمه. بس هذا الواقع، وإذا الحل بده يعملنا مشاكل، أنا أول واحد رح وقف بوشك، لأنه كمان راحت ابني بتهمني. بقى حاولي تسكري على هالموضوع. بدون هذا الولد ابنك بعمره ما بيرتاح يا زياد بيك، والمفروض نحن نوقف مع ابننا. إلا ما لاقي شي طريقة لحل هاي القصة، لازم لاقي. مو قلت لي إنه في فلاح كانت تحبه؟ طيب ليش هي ما نقت غير هالفلاح؟ هذا الفلاح وقتها كان مثل الأمرة، بس ما بيتخلى عن شغله. من أول نظرة حبة كتير لهالبنت. إيه، وبيوم إجت وحدة ساحرة لعندهم عملت سحر لهي البنت، قامت نامت. فلاح لما سمع هيك حمل حاله وإجا ليشوفها، وجاب معه رمان وطعمها حبة، فك السحر فورا. بعدين قرب منا على مهله. وعد ما يترك بعمره. أنت أكتر فلاح رومانسي بشوفه. أنا كتير بحبك. السلام عليكم. وعليكم الله يقويكم. شفتي شو اللي صار اليوم؟ بعد اللي قالوه ما قدرت اكل ولا لقمه. بس شو بدي اعمل، ضليت ساكته مشان جوزي. شفتي بعينك ديما شو عملت؟ ما اخذته وطلعوا مشوار. بس هو كمان الأفندي عامل قيمة لمرته، لو جوزي بداله كنت يلا لقيتي نايم وما في شي هامه. بلشتي تخبصي بالحكي، أخي يعقوب منيح، ما بسمح لك تحكي عليه. آسفة، ما قصدت، وأنا بعرف إنه يعقوب منيح، بس بضل ساكت. حكيت، قصدي عم بشكي همي لأنك رفيقتي الوحيدة، أنا مين اللي غيرك لأحكي له؟ الحقيني رايحة أشوف باية الزريعات. شو صار للتقمة؟ ما شاء الله السنة الموسم كتير منيح. هذا رمان الضيعة يا بيك، وما بتلاقي مثله. مزبوط، الرمان عنا كتير مشهور، ولسه بس يخلص السد صدقني رح نصير نصدر منه لبرا. إن شاء الله، وإذا ضليتوا بهالهمة رح نصدر. إن شاء الله يا بيك.
شو karşıki dağda titriyor dallar titriyor dallar benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller kader kısmet böyleymiş ne yapsın eller ne yapsın كتير حلوة الغنية ما؟ أي حلوة هاي الغنية من الفلكلور أنا ديما مرته لعمران بيك رح كمل شغلي كأنه ضايقتك كنت عم برتاح شوي من الشغل وما انتبهت لحضرتك بتعرفي إنك بنت كتير حلوة؟ كنت اسمع انه بنات هاتاي حلوين بس هلا شفت شو اسمك اسمي رفيف يعطيك العافيه رفيف شكرا اهلا وسهلا يا خانو مرحبا ديما خانو قولي في أي شيء تاني ناقصكم؟ يا بيك بصراحة عندي طلب اليوم المساء عرس بنتي بقى يا ريت تشرفونا شو هالحكي؟ منجي طبعاً منتشرف الله يخلينا ياكن يا بيك تسلم وإن شاء الله ألف مبروك يلا خلينا نمشي أهلي بيكونوا ناطريننا الله يقويكم الله يقويكم الله معك الله معك بدك تكون المعلم المثالي؟ عم حاول بس ليكون مو عاجبك لا بس عن جد بدك تروح؟ طبعاً بدي روح هي النعمة اللي الله رزقنا إياها هرمانة هي اللي قدرت تعيش العيلة لسنين طويلة ونحن كل سنة منعيد هالعادة ما هيك بس كأنه السنة الماضية ما اجتمعنا بل كنا هون واحتفلنا معناها أنا ختيرت كبرت وبلشت أنسى كل شيء عم يصير معي لا يا بابا أنت لساك شاب لا ختيرت ولا شيء المهم إن شاء الله يقدرنا ونجتمع دائماً آمين آمين وهلأ صار الوقت إني أعطي هالنعمة لحدا يقدر يدير باله عليها من بعدي لأنه هذا الشيء من تقاليد العيلة خذ هالرمانة وقفي شو صار لك خلص رح أخدها وهلأ هذا التقليد المفروض يكمل فيه واحد من أولادي عمران أنت قد هالمسؤولية؟ رح كون قد بابا يلا خلونا نستعجل شوي والله احترقنا من الشمس من اليوم أنت رح تحمل هالمسؤولية وتحافظ على النعمة وإن شاء الله يزيد الخير على إيديك آمين آمين يلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله هاي السنة
محصولنا رح يكون مبارك وبيتنا رح يكون كله خير وبركة إن شاء الله. أنا هيك حاسة والله. خليل طلع جيب الشنتاي الكبيرة والله نسيتها فوق. ماشي يا خانم تكرم. يا أولاد يلا بلا ما نتأخر على الطيارة استعجلوا. ما حطيتوا قطرميزات الصلصة بالسيارة؟ ما بعرف ما شفت شي. يا بنتي روحي على المطبخ تأكدي، والله تعبوا من الشغل فيه. أنا أصلا مثل الخدامة بهالبيت والكلمة الثانية تنبسط وترتاح. ابني أهلين وسهلين. أمي اشتقت لك. كيفك ستي؟ بكير يا كرم، استنى لك يومين وبعدين تعا. المهم اجي لك. لا تليفون ولا حتى زيارة. والله حقك علي يا خانم. قوم بلا مسخرة. شو مشتقت لك يا روح. ايه وين الرمانة؟ جيت خصوصي مشان اكسرها. اوه مشي الحال، كسروا الرمانة من زمان. يي راحت علي. ايه شو هالشناتي؟ لا تقولوا لي انه رايحين. بكرة عندي اجتماع كتير مهم، بس اذا بتحب بلغي وبروح معك على العرس. لا حبيبتي لا، خلصي شغلك ورجعي على راحتك. اليوم ما رح نكون مع بعض، بس بكرة المساء منجتمع. كيف بدي أتحمل؟ لكن بلا العرس وامشي معي. خالو شو وينكن؟ وينك خالي؟ منيح اللي إجا مشان يروح معك. صح. وينكن؟ خالي لك ليكنا. واخيرا اشتقت لك. والله اشتقت لك كثير. تعذبت واجيت بالاخير. عمي داود وقف لحظه. ها محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. مشي الحال؟ حكيت مع رفيف؟ خلص لا تاكل هم، رح حاكيها. بس رفيف ما عطتني وش ابدا. طول بالك لسه ما حكيتها، بس اللي بقوله رح يصير. ايه منيح هلا ريحتني. بسيطه بسيطه. خير عمي صاير شي؟ مشاكل هالحياه ما بتخلص يا محمود. شو نعمل؟ لا لحظه وقف، ليكون في حدا مضايقك. لا ما في هيك شي، انسى السيره. لحظه معقول ما تحكي لي يا عمي؟ رح نصير عيله ومشاكلك هي مشاكلي، بقى احكي لي. ايه والله مزبوط، انت معك حق، بس انا خجلان احكي لك. اليوم في عندي عرس وما معي مصاري مشان لنقوط، وقدام الجماعه راح اخجل كثير وماني عارفان شو بدي اعمل. طيب هي مانا مشكله كبيره وما بصير تاكل همها. عمي خذ هدول. لك لا لا ما بصير، خلص ما راح اخذهم. خذهم عمي خذهم. قديش صار علي؟ 200,000. بالله هيك صاروا؟ ايه هيك صاروا. 100,000 اخذتهم بايدك، والخمسين اللي دفعتهم بدال ديونك، وهلأ 50، بس أنا ما بدي إياهم. يعني نحن رح نصير قرايبين، ولما بتجوز رفيف بتنسى هالديون. لا تاكل هم، عن قريب رح تعملوا عرسكم. يلا سلام. نزلي تعي دقيقة مشان تساعديني. شوفي لي شعري. والله شعرك كتير حلو يا أختي، صدقيني رح تطلعي أحلى بنت بالحفلة. يا روحي أنت، يا قلبي يا عمري، أنا أكيد بوجودك ما في ولا بنت حلوة. من وين بتجيبوا هالحكي الحلو؟ الله يخليكم لبعض وما يحرمني منكم يا بناتي الحلوين. غرتي من أختي الصغيرة؟ جاية بوسك فورا يا أحلى أم. يا عمري أنت يا عيوني. شو عم تساووا؟ ها؟ شو هالمنظر؟ شو بمنظرنا بابا؟ رايحين على عرس، كيف بدك نكون؟ غيري هالفستان والبسي أطول. يلا بسرعة. امشي حبيبتي. انت خليكي اللي لابستيه منيح.
ايه شو بدنا نعمل هلا؟ مشان الله خالي ليك ما بدي مل. لكن روح جهز حالك. خالو انت عم تحكي عن جد مشان العرس؟ بالله من كل عقلك؟ هلا جبتني لهون مشان نروح على العرس؟ ايه حاجتك بقى يلا. لك هدول بيشتغلوا عنا يا خالو وهي العادات لازم نروح. يلا روح البيس. 10 دقايق بتكون هون. عمي داود؟ ها؟ آه. شوف بنتك ما عم تطلع بوشي، مو على أساس قبلي؟ شبك طول بالك، البنت أكيد خجلانة. بعدين بتتعود. يعني هي قبلي؟ ايه منيح منيح. طيب خالي، هلأ الكل راحوا، يعني ما أنا متقيدين بحدا ولحالنا خال. بقى هالعرس ليش لحتى نحضره؟ خلينا نغير جو. كرام انت شاب ظريف وبتسليني كتير. والله تسلم يا خال، بس احيانا حكيك ما بهضمه. اسلوبك وصرت حافظه، دائما بتبهدلني بطريقه بتخجل. لك انت بتشتري البهدله بمصاري، تجبرني احكي معك بهالطريقه. والله يا خالي انت ما بتتغير، بتبهدلني على ابسط شغله. عمران بيك وصل. اهلا وسهلا. ها ليكي اختي شوفي، عمران بيك وصل. هلا علينا البركه. مرحبا يا جماعه. اهلا وسهلا، كيفكم؟ ايه شفتوا شو يعني وصل مثله مثل غيره، شو اعمل؟ مرحبا يا شباب. اهلا وسهلا يا بيك. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا عمران بيك، شرفتنا بجاي تهران. أنا اللي تشرفت. مبروك. يلا عود. ليش واقف؟ ايه ليكني رح اقعد. ما في مثل اسطنبول، ما هيك يا خليل؟ والله وكل مكان وله ميزاته يعقوب بيك. بهاتاي شو في ميزات؟ كل شيء، هواها، الجو، وكمان أكلها وناسها. أنت من وين خليل؟ من هاتاي. فهمت عليك، وما عاد أسألك بنوب. أنا رح فوت الشناتي. يعقوب شو عم تعمل؟ ولا شيء، ما في شيء. شو هاي روحي؟ رح لبسها للعروس امي. يا حبيبتي قديشك مزوقة. شكرا رفيف، خدي لبسيها هي، قولي مني ومنك.
لبسها ياها لحالك محمود. لك هدية. الله يهنيكم يا رب. وهالعناد بلا من نحن وصغار بحبك، لا تعامليني كأني غريب. تذكري كرمالك مقوس زلمة، وإذا بضطر بقوس ألف. وهلأ أو بعدين رح تصيري مرتي، كلامي مفهوم؟ خلي هالكلمتين ببالك، ما رح أتركك بنوب ولو شو ما صار. خلاص بعرف. شكرا. ألف مبروك وإن شاء الله تتهني. الله يبارك فيك. شكرا إلك. ألف مبروك. شكرا. ألف مبروك يا أختي. شكرا إلك. شكرا لك. عن جد طالعة كتير حلوة العروس. خلي له يبعد عنك شوي، والله هيك المنطرش. حبيبي هدول عم بيحتفلوا فينا هلا، بس رح حاول ريحك منه. عود انت، عود عود، لا تبهدلنا قدام الناس. يلا عدفي يا رفيف. يلا قومي نرقص. لا مستحيل ما بقوم. يلا حبيبتي قومي. يلا قومي يلا. كرمال الله لا تخجليني. لك انت اللي هتخجليني. يلا يلا قومي ننبسط شوي. قومي. أختي شوفي طالعة بتاخدي العقل. ألو مرحبا. شو هالضجة عندكم؟ ألو أنا كرم، عم تسمعيني؟ وينو خالك عمران؟ خالي عم يدبك. هاي أول مرة بشوفه عم يدبك قدامي. شاطر وعم صوره. ها والله شهيتني اجي احضر الحفلة. لا تزعلي مرت خالي، انا فورا رح ابعث لك كل الصور. طيب انا بالبيت، خبرني بس تطلعوا. ماشي ماشي بخبرك. باي باي. والله يا خالي طلعت بتعرف تدبك منيح. عم تتمسخر؟ ان شاء الله ما تكون صورتني وبلشت تنشر بهالصور. لا لا تخاف، ما راح اضحك قدام الكل. والله تشرفنا فيك يا بيك وانبسطنا كثير بجيتك. انا اللي تشرفت. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. اي والله. قوم خلينا ننقط العروس ونطلع. يلا إن شاء الله ألف مبروك. شكراً لك. ألف مبروك لك. ألف يسلم. الله يبارك. يلا تصبحوا على خير. وأنت بأهله يا بيه. هوم. شو ماما؟ شفتي ما أحلاه؟ شفتي شو كانت حلوة دبكته؟ رح أعمل لك عرس أكبر من هاد، وكل هاتاي بدها تحكي فيه. محمود قوم من جنبي وبلع الحكي الفاضي. رفيف هذا دلعك الزايد، بدك تبطلي لي إياه. خلصنا روح من وشي بقى. لك دلع شو؟ أنا عرس. نحن رح نتجوز.
شو ما خبرك أبوكي؟ اتفقتوا سوا؟ ايه اتفقنا. أمي أنا تعبت، فينا نروح؟ بعد رفيف؟ بعد محمود أنت لا تخاف، أنا راح حل القصة، لا تاكل هم. يعني معقول يضل عمران على هذا الوضع؟ ابني لساته شاب ما شاء الله عليه، إذا بيوافق بكرة بجيب له 100 بنت وبصف له إياهم. لا تحكي بشي ما رح يوافق عليه أبداً، ولا تساوي مشكلة على قصة من هي. هذا الموضوع مانو من هي، وهالشي من حقه، ليش لحتى ما يوافق؟ عمران مو مقتنع بالفكرة وشايلة من راسه. بيقتنع مو على كيفه، يعني في حدا بالدنيا ما بيتمنى يشوف ابنه؟ بس هو مشان ما يزعل مرته عم يضل ساكت وما بيحكي اللي جواته. طيب فكرتي بمرته؟ ولا انت بيهمك بس ابنك ما هيك خانو؟ انت حطي حالك محلها، شو بتساوي؟ رح تقبلي جوزك يساوي هذا الشيء؟ انا ما بقارن حالي فيها يا زياد بيك، انا جبت لك 3 اولاد مو واحد، 3. ديما ما لازم تكون انانية بهذا الموضوع. انت كيف بتتفق مع محمود بدون ما تقلي القصة؟ ما بيصير هيك تعطي كلمة بدون ما تحكي لي الموضوع. ليكي انا اتفقت مع محمود ورح تتجوزي وخلص الموضوع، فهمتي؟ بابا الله يوفقك، الشغلة ما لها سهلة علي، مشان الله لا تضغط علي، بكفي. رح تعملي اللي بقوله، فهمتي؟ وعم قول تتجوزي يعني بتتجوزي، ماشي؟ ما رح اتجوزه وبدي كمل دراستي، نحن هيك اتفقنا. عم تردي جوابه بوشي لك؟ داود اهدى شوي، شو عم بتساوي؟ بدك تتجوزي، عم تفهمي؟ وإلا بقتلك بيدي وماني سألان عنك، فهماني؟ بدون نقاش، بدون نقاش تعمل اللي بقوله، عم تفهمي ولا؟ رح تساوي اللي عم قوله. عمو داود ولا حرف. عمو داود أنا وياك اتفقنا على القصة، ما هيك؟ وعطيتك مصاري المهر، بقى إذا في مشكلة قلي. أنا بموت وما بتجوزك، فهم هالحكي؟ خلص محمود، ليك أنا رح حل القصة تمام؟ رح حلها، أنت لا تاكل هم. اهدى، بكفي بقى، بكفي بكفي. أنا صوت قواص مو؟ عم تلعبوا فيني مو؟ ها؟ معقول؟ عم تلعبوا فيني يا داود؟ محمود معقول يا محمود؟ قلت لك رح حلها. اسمع، لا تجننوني، أنتوا بتعرفوني، والله بقتلكم كلكم. ها ليك، لا تخليني اوصك. والله يا محمود رح حلها، بوعدك اني رح حلها هالمره، رح اترككم بس اذا ما مشي هالسلاح. لا تخاف يا بيك، عم نحل موضوع بيناتنا وما بيخص حضرتك. ما في شي يا بيك، رح نحلها، القصه في يدين وهو معصب مني وعم نتفاهم هلا. يعني ما فيك تتفاهم مع الزلمه بالحكي يا بيك؟ الزلمة واقف مع مرته وبناته وعيب تهدده بسلاحك. اترك اترك. رفيف شش.